السلام عليكم، معكم محمود. ساعات بعض الناس اللي عايزة تتجوز من واحدة روسية بيبقى بيقيس مجتمعه على المجتمع الروسي، فما واحدة تقول له أنا كذا فيفتكر إن الكذا اللي هي زي المجتمع عنده تبقى كذا، فبالتالي يبقى عندها كذا، فبالتالي يبقى دماغها كذا، ويبتدي يبني أو يبني تصور معين عن الشخصية اللي هو بيتعامل معاها، فطبعا يتصدم ان هي مختلفة. فراعي يا اخي ان في بعض الاختلافات احيانا في ما بين مجتمعنا ومجتمعهم، زي مثلا شركة كبيرة غير شركة متوسطة غير شركة صغيرة، مدير الشركة دي عنده عربية عاملة ازاي، ومدير الشركة دي عنده عربية عاملة ازاي، ومدير الشركة الصغيرة عنده عربية عاملة ازاي، مختلفين طبعا، في تفاوت. كمان مدير الاتش ار مثلا ولا مديرة الاتش ار غالبا بتكون واحدة ست، في الشركة دي غير الشركة دي غير الشركة دي، شكلا وموضوعا، مش لازم بعربيتها ايه، بس المهم الشكل والتصرفات وكده، والمستوى الاجتماعي، ومتجوزة مين، ممكن مش متجوزة اصلا، يعني حاجات كتير كده. فاحد الناس جالي مرة وبيقول لي ايه، ان فلانة اللي هو اتعرف عليها بيقول لك انا راجل مش صغير وافهم في الستات ومش عارف ايه، فجات لي في الشغل عنده واحدة وبيقول لي هي بالشكل اللي انا بحبه، بس قليطة شوية تنكة شوية، بس ما فيش مشكلة. فبيقول ابتديت عايز اقرب منها وعزمتها على العشاء ووافقت، فقالت له انا متطلقة وعندي بنتي عايشة في مدينة تانية. فقال لها انا برضو عندي ابن وابني عايش برضو في مدينة تانية بيدرس. فالراجل يعني مرتاح لها، بس الراجل ده عربي يعني وهي روسية، فبيقول حصل بيننا سوء فهم كده في بعض الاشياء او في شيء ما. فقالت له انت فاكرني ايه، انا مديرة اتش ار. فبيقول لي مديرة الاتش ار دي بتركب المترو، دي بتلبس جزم تقليد، دي مش عارف ايه. هو راجل يعني حفلت برضو بيفهم في اللبس وفي الماركات وسافر كتير، يعني عنده برضو ايه خبرة وبيقيم الناس، بس يظهر ايه معرفش يقيم الست دي صح. فبقول له يعني انت مديرة اتش ار عايزها ايه، راكبة عربية 7 متر مثلا؟ فبيقول لي لا اصل بتقول لي شغالة في شركة كبيرة ومش عارف ايه، وانا كنت مديرة فرع بنك. فقال لي المناصب دي عندنا في بلادنا او في اي حق، هو كان عايش في السعودية مدة طويلة. فبيقول عندنا في الدول دي او كده، لا مدير الفرع ده. قلت له هي مش دلوقتي مش مديرة فرع، الزمن جار عليها ولا استقرار عظيم، يعني الزمن لف بيها وبقت مديرة اتش ار فقط يعني. فالمهم فقال لي وبيقول لي باخد كورسات وانا سافرت المانيا وقعدت مش عارف. فبيقول لي عماله تعيش عليا ومش عارف. قلت له ان واحده تعيش عليك حاجه، وان واحده بتفخر بالحاجات اللي عندها حاجه تانية. يعني واحده تعيش عليك يعني مثلا ايه، ممكن ولو بالكذب، ممكن بالكذب اللي هي بتتنك في اي حاجه صغيره، لكن هي عندها حاجات كبيره، فمقيمه نفسها على المستوى اللي هي عليه، وهو فعلا الكلام اللي هي بتقوله مع مستوى روسيا ومستوى الاغلبيه. هي تعتبر عامله حاجات كتير، اللي بتقول لك سافرت فعلا وراحت وخدت كورسات واخده مناصب، والمناصب دي غالبا ازعم انها حقيقيه، يعني ما اعتقدش انها بتكذب يعني. فبيقول لي لا انا مش قصدي انها بتكذب، انا قصدي ان هي يعني بتستحضر الحاجات دي ليه، يعني بتتنكي على العبد لله. فهو عايز يقول يعني ايه في معناه اذا عندك منصب او فلوس. لا لا انا مسكت مناصب وخدت فلوس اضعاف اللي انت خدتها كلها في حياتك في سنه. فبيقول لي حضرتك عارف انا كنت شغال ايه في السعوديه يعني. فالراجل يعني برضه ايه بيقول لي انا ما بحكيش الحاجات دي ليها علشان ما اجرحهاش، عارف ان ما الروس مش عارف ايه ممكن الحاجات دي تضايقهم ومشاعرهم ومش عارف، خصوصا دي واحده. فقلت له انا مش قصدي جرح مشاعره بتاع ده، بس لازم تعرفها مقامك عشان برضه يعني روحي ان في اختلافات بين مجتمعاتنا، فهي ممكن تكون فاكراك يا ما هنا يا ما هناك، وبعد كده شافت لبسك ان انت راجل بسيط وبتاع، فقالت ده لا ده طلع غلبان زينا بقى وبتاع، او اقل مني، فانا اقول له بقى ده انا جامده ده انا مش عارف ايه فيكش. بس قلت له لا عرفها مقامك. قال لي احسن تطمع. قلت له لا ان شاء الله مش هتطمع، المهم تعرف مقامك، ومحدش ياخد منك فلوس ولا يطمع فيك من غير مزاجك، انت مش هتديها فلوس غصب عنك، وهنا كله بالاتفاق مفيش حاجه غصب، عايز تتجوز تتجوز، مش عايز تتجوز ما تتجوزي، فيعني ايه الدنيا بسيطه هنا في روسيا يعني. فقال لي طب خلاص على بركه الله، وراح قال لها انت على عيني وعلى راسي
وفعلا انتي مقامك عالي وكل حاجة، وعلشان كده انا اخترتك وبتاع، زي ما اتفقنا بالظبط. هيقول ايه؟ وقال لها وانا لما كنت في السعودية كنت شغال كذا وعملت كذا، وكان كنت ماسك مش عارف ايه، ومرتبي كان في حدود كذا الف دولار. فطبعا بيقول لي اول ما سمعت الرقم ده افتكرت ان انا مزود صفر. فقال لها لا، هو ده كان مرتبي وعيشتي، وكان عندي اسرة والدنيا كانت حلوة جدا وبتاع. فبيقول يعني انبهرت بيه، وقال بطلت من بعدها ان هي تجيب سيرة انا شغالة ايه ولا بتاع. فاللي هو بيقول لي يعني طريقة كلامها حتى اتغيرت، قال لي كل كلامها في اتجاه اللي هو ايه، انا مش هاجي حاجة جنبك، انا يعني حياتنا هنا طبعا في روسيا اكيد مش زي ما انت ما اتعودت، او مش عارف اللي هو ده احنا زبالين جنبك يا باشا. فقال لي لا فعلا الواحد لازم يعرف اللي قدامه مقامه من غير ما يقلل من مقام اللي قدامه، ده حاجة. الحاجة التانية يحكي الموجود بس، ما يقولش مثلا ده انا كنت مثلا ماسك منصب كذا وكان تحتيه 100 واحد يتمنوا رضاي. لا، الحتة دي زيادة، 100 واحد يتمنوا الرضاي دي زيادة، انا كنت شغال كذا بس نقطة. لكن الناس الغرور بيروح ايه، الشيطان دايس على البنزين كده، انت ماشي عادي بسرعتك العادية، تلاحظ ان في حد راح دايس على رجلك علشان تدوس بنزين زيادة، فتروح العربية نطة منك، فتفلت منك كل العلاقات الكويسة مع الناس الكويسة، ويفهموك غلط ويفتكروك ان انت ايه قصدك تهنهم، تقلل من مقامهم، ان انت بتتمنظر عليهم زي ما هي. ممكن ايه، الشيطان داس على رجلها وهي بتدوس بنزين، وهي بتقولك انا كنت مديرة HR وكنت مديرة فرع وسافرت وخدت فيعني ايه، علشان اوضح لكم الصورة من غير تزويق، هي بالظبط كده. تقول امتك هتزود سنة، هتزعل الناس، هتقلل سنة الناس هتفهم عنك حاجة غلط، فقول الموجود بس حسب الاحتياج. وكان الله بالسر عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.